بسم الله الرحمن الرحيم. بيان: بعد كثرة المحاولات والمناشدات في تدارك وقوع المهنة الطبية في حالة الركود الاقتصادي والبطالة وتدني مستويات تقديم الخدمات العلاجية للمواطن العراقي بسبب كثرة خريجي المهنة الطبية وانخفاض المستوى العلمي لهم، والذي يعود لكثرة الكليات الحكومية والأهلية وبعد أغلبها عن الرسانة العلمية، ونظراً لبطء تنفيذ الجهات التنفيذية المختصة لتوصيات لجنة القرار 92 لسنة 2020 التي شكلها مجلس الوزراء لوضع خطة القبول في كليات المجموعة الطبية والصحية، والتي أوصت بعدم استحداث كليات طب الأسنان والصيدلة الأهلية ورفع معدلات القبول فيها وتقليل أعداد المقبولين بما يلائم الحاجة السكانية لكل مهنة وفق الدراسة التي أعدتها لحاجة السكان ومعدلات النمو. فقد اجتمعت النقابات المتضررة من ذلك، نقابة أطباء الأسنان ونقابة صيادلة العراق، لاتخاذ الإجراءات التي تقع على عاتقها وفق الصلاحيات القانونية المنطوية تحت قوانينها الخاصة من أجل إيجاد الحلول التي توقف هذه التداعيات، ولكون النقابات هي بيوت الخبرة للمهنة المعنية بها وتتعامل مع مخرجات الكليات في إدارة مهنتها، ولكون المهنة الطبية مرتبطة مباشرة بحياة المواطن من خلال تقديم الخدمات العلاجية له، فإن ذلك يوجب على النقابات الطبية اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان سلامة المواطن والحفاظ على حياته من خلال ضمان رصانة مخرجات كليات الطب الأسنان والصيدلة وما يتبعها من رصانة المستوى العلمي لممتهني هذه المهن وتقديم أفضل الخدمات الطبية للمواطن، وبناء على ذلك واستنادا إلى أحكام المواد 2 و4 و14 و37 من قانون نقابة أطباء الأسنان في العراق، والمادة الثانية الفقرة 2 من قانون نقابة الصيادلة، والمادة 2 للفقرة 2 من قانون مزاولة مهنة الصيدلة، قررت نقابة أطباء الأسنان في العراق ونقابة صيادلة العراق عدم قبول انتماء خريجي الأقسام الطبية من الكليات الأهلية غير المرتبطة بالجامعة والكليات الطبية المرتبطة بالجامعة والتي هيكليتها الإدارية لا تطابق هيكلية مثيلتها من الكليات الحكومية، وذلك حسب أحكام المادة 47 تاسعا من قانون التعليم الجامعي الأهلي رقم 25 لسنة 2016 التي نصت على الجامعات والكليات والمعاهد الأهلية اعتماد الهيكلية الإدارية المعتمدة في الجامعات الرسمية وإشغال الوظائف الإدارية على الملاك